حان موعد الاحتفال بعصادة عمل آلاف الفنانين والمبدعين. أهل الوداد والرجاء بكوريغرافيا من زمان يجسدون التواريخ والأحداث في لوحة نعم تأسر قلوب الملايين. أجواء ديربي صنفوه ما بين العشر الأوائل في العالم، ديربي الأحلام، ديربي الأشقاء. 74 سنة عن ميلاد وداد عاصر أجيالا وأجيال يبحثون من خلالها عن هدف التعادل. كرة السدد، هدف التعادل، سيناريو جديد متجدد ينضاف للديربي العاشر بعد المئة من أقدام لاعبي الرجاء. تتعادل الكفة بهدف التعادل. حسن الطير عمل في الذهاب وعاد وكرر في يوم البطولة، سدد الكرة من كرة ثابتة بشكل راقي جدا، وتعود الأمور لنصاب هدف لهدف، هدف لهدف على بعد 12 دقيقة من نهاية المباراة. هنا الإعادة، حسن الطير سدد الكرة مباشرة في مرمى الحارس نادي المعري بشكل ممتاز جدا. 1-1، مباراة درامية، دراما في المدرجات، وهدف هذا الموعد يخلصون جميعا من ضغط مباراة رهيبة وصلت لحاجز هدف لهدف.